اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. والنهارده يوم مميز جدا جدا لاننا جايين وبنغطي احد اهم المؤتمرات والكونفرنسز ان ذا ميدل ايست. جايين في المؤتمر الدولي للرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر. جايين النهارده وكلنا فخر وفعلا بنشوف حاجه على مستوى راقي جدا جدا وعلى مستوى عالمي بحضور يعني اكبر الكوادر الطبيه في مصر والوطن العربي وخبراء من جميع انحاء العالم جايين النهارده عشان يشاركوا في المؤتمر ده برئاسة أستاذ دكتور أحمد السبكي. وهمه الأول اللي دايما بيبقى حريص عليه هي المسج اللي بتوصل للناس في تبادل الخبرات، وإن في سيرجنز كتيرة جدا جايين يتعلموا منه المسج بتاعته والمدرسة بتاعته العلمية اللي العالم كله بيشهد لها جايين وبنتكلم عليها النهاردة في المؤتمر. اسمحوا لي أرحب برائد جراحات السمنة في مصر والوطن العربي أستاذ دكتور أحمد السبكي. أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، ومعنا كمان the inventor of the mini gastric bypass surgery professor Dr. Robert Rutledge. Absolute pleasure to have you here, sir. Thank you so much for being here. شكرا لاستضافتكم لي. إنه لشرف كبير وفخر لي بوجودي في هذا المكان، كما أود أن أشكركم على هذه الفرصة التي أتيحت لي التحدث ومشاركة العديد من الجراحين. أود أن أسألك في بداية الحديث قبل أن أخوض في الحديث الجراحي والطبي، ما رأي سيادتكم في الوعي الطبي من حولكم؟ هل هناك زيادة في الوعي الطبي أم ماذا ترون؟ أنا أعتقد أن الوعي الطبي زاد على مستوى العالم، ليس فقط لدى الجراحين والأطباء ولكن المرضى، فهم الآن يعلمون أنه يوجد تطورات كثيرة في المجالات الطبية والجراحية خصوصا في مرض السمنة والسكر. يجب أن تعلم أنه أيضا حدث وعي متزايد في الكثير من الأمراض التي لم يعار لها اهتمام في الأعوام المائة السابقة، مثل أمراض السكر والسمنة المفرطة، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى الناتجة عنها. وهذا يرجع إلى ازدياد الحالات المصابة بهذه الأمراض نتيجة العديد من العوامل، مثل العادات الغذائية الخاطئة، منها كثرة الأكل والأغذية الجاهزة، وكذلك قضاء كثير من الوقت على الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مما يؤدي إلى قضاء كثير من الوقت بدون عمل ومجهود بدني، بالإضافة إلى أنه يمكن منع العديد من المضاعفات الخطيرة عن طريق تدخل جراحي بسيط أو عمل تعديل في العادات الغذائية. أنا أعلم أن سيادتكم هو مخترع عملية التحول المصغر للمعدة، وهذا شرف عظيم لي التواجد والتحدث مع سيادتكم. أود أن أسألك، ما هي المصاعب والمشاكل التي قد تواجهها أثناء إجراء العملية أو تؤخذ في الحسبان أثناء إجراء هذه العملية؟ أنا أعتقد أن هذه العملية أو أبسط طريقة لشرح هذه العملية والهدف منها هو تحديد وجهة نظري في إجراء هذه العملية لهؤلاء المرضى، مرضى السكر والسمنة، يؤدي إلى مشاكل في الحركة ومشاكل في الحياة اليومية ومضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تؤثر على جودة الحياة وممارسة الحياة اليومية، بالإضافة إلى العديد من المضاعفات الخطيرة التي تؤدي لا قدر الله إلى الوفاة. كما نعلم أن مرض السكر في اتجاه للنمو في معدلاته بين الشعوب، فليس فقط في أمريكا ولكن في العديد من المجتمعات مثل المجتمع الأوروبي والهند والمجتمعات الشرق الأوسطية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المشاكل والمضاعفات التي تنتج عنها بعض هذه المضاعفات مثل الجلطة والسكتة الدماغية ومضاعفات الفشل الكلوي، بالإضافة إلى بتر الأطراف. فنحن نعتقد أن إجراء هذه العملية لهؤلاء المرضى يعين على السيطرة على المرض. Yes. So the next question would be for Professor Dr. Ahmed Al-Subki. أنا سعيدة بوجودي معاك النهاردة يا دكتور، وإن أنا بحضر وبكون جزء من المؤتمر ده اللي فعلا إحنا كلنا منبهرين بالكواليتي وبالمستوى العالمي اللي موجود وبنشوفه النهاردة. وحضرتك حريص جدا جدا على فكرة أو كونسبت نقل الخبرات وتبادل الخبرات، كلمنا على البوينت دي شوية يا دكتور. والحقيقة العالم أصبح صغير جدا، وأصبح ما ينفعش المعلومة زي زمان تبقى موجودة برة وتوصل لنا بعد سنين طويلة. الحقيقة طرق الكوميونيكيشن أصبحت سهلة جدا،
طرق التعارف والتواصل أصبحت مشهورة جدا. وكان ينقصنا هو ان احنا نجذب هذه الخبرات لداخل مصر. احنا بنتقابل بره كتير في مؤتمرات دولية، بنعرف خبرات بعض، بس ده بيبقى قاصر علينا احنا اللي بنسافر كتير وبنحضر مؤتمرات كتير. لكن كان في دور علينا قوي، وهو ان احنا نجيب كل الخبرات دي هنا في مصر. وندي فرصة للكانديدتس والشباب اللي بيحضروا ماجستير وبيحضروا دكتوراه ان هم ياخدوا الخبرة اللي هم نفسهم يلاقوها نهاية. بس السفر صعب ومكلف، والفرصات الخارجية دي مكلفة شوية. الحقيقة كان حاجة جميلة جدا من دكتور روتليج انه واقف بنفسه ان هو يجي مصر ويدي هذه الكورسات لزمايلنا الشباب ويفيدهم بعلمه، والحقيقة عمل ده فور فري. اوكي، فور فري تماما. ودي حاجة مش بيعملها في اي مكان. طبعا. ودي حاجة احنا بنشكره عليها. وthank him very much. We're absolutely grateful for having this opportunity. Yes, sir. Thank you so much. واحنا سعداء ان احنا قدرنا نساعد الشباب في هذه الفرصة، ونتمنى ان شاء الله ان احنا كل سنة نقدر نقدم حاجة في سبيل البحث العلمي وفي سبيل تطوير المستوى الجراحي والمستوى الشخصي حتى في البحث، في طريقة البحث العلمي. طب دكتور احمد، انا شفت سيشنز كتيرة وتوكس كتيرة جدا جدا، انا عايزة اعرف احدث حاجة اتقالت في جراحات السمنة والسكر، خصوصا في ناس كتيرة بتسأل عن الموضوع ده. الحقيقة كان المتحيز وواخد كل الأنظار في هذا المؤتمر، وما زال الحقيقة لأنه هو لمؤتمرات كتيرة هو يعتبر دايما سباق ودايما ملوش منافس، كانت عملية الميني جاستريك باي باس أو التحويل المصغر للمعدة، البروفيسور دكتور روتليج هو الفينيتور بتاعها، هو مخترعها من سنة 97 ومنشورة من سنة 2000 باسمه وموصوفة وكل تفاصيلها الدقيقة هو اللي وصفها، والعالم كله لما بيحتاج حاجة بيترسل معاه وبيوصلوله. والحقيقة لما بناخد العلم من أصحابه بتبقى حاجة جميلة جدا. التحويل المصغر قلنا كل تفاصيله الدقيقة، سواء من التحضير الجيد قبل العملية، من التكنيك الخاص بالعملية. أوكي. والتفاصيل، أدق التفاصيل الطبية اللي ما تخليش سؤال لدكتور عايز يعمل العملية يبقى محتار فيه. يعني بنحاول نستاندردايز المعلومات بحيث تبقى كلنا متفقين على بيزكس معينه ومعلومات معينه. وده دكتور روتليج الحقيقه ساعد كل الناس اللي موجوده ان هو يصحح بعض المعلومات، لان طبعا العمليه هي لها اسم واحد لكن للاسف كان لها طرق كتير الناس بتختلف عليها بسبب قله الخبره. احنا عملنا عمليات لايف اتعرضت مباشره على الميتنج روم لكل الناس اللي حاضرين. كل الناس شافوها، كان في انتر اكشن لايف. طبعا تواصلوا مع دكتور روتليج ومعايا على الدايركت بالفيديو ترانسميشن. كل اللي عنده سؤال ساله. اوكي. اتشرح كل حاجه، والحقيقه دي كانت فرصه كويسه جدا طبعا يا دكتور، وتكنولوجي حديثه عشان خاطر الناس تقدر تستفيد. صح. طيب انا سؤالي دلوقتي لدكتور روتليج، بين عمليه التحويل المصغر وعمليه تكميم المعده، انا اعلم جيدا ان هناك فرق بينهما، ولكن اريد ان اعرف منك ما حقيقه الفرق بين هاتين العمليتين. كما نعلم، لمعرفة الفرق يجب أن نفهم طبيعة الجهاز الهضمي لدى الإنسان، والذي يتكون من عدة أجزاء، منها بعد البلع إلى المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ويجب فهم وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء. لمعرفة وظيفة كل جزء للتحكم في نسبة الأنسولين والسكر في الدم، كما أيضا يجب أن نعلم أنه في العديد من الدراسات البحثية، بالإضافة إلى العديد من الملاحظات الجراحية، عندما تم جعل تحويل مسار الأكل عن جزء من الأمعاء
يسمى الاثنى عشر يتم الشفاء التام لمرضى السكر، بالإضافة إلى أنه إذا لم يحدث شفاء تام فإنه يحدث تحسن. ولكن في عملية تكميم المعدة فيتم تصغير المعدة لدى المريض، ولكن التحكم في مرض السكر لا يحدث بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أننا وجدنا في الدراسات البحثية التي تم إجراؤها على الحيوانات، بالإضافة إلى أنه في ملاحظات تمت عندما تم تحويل مسار الأكل من جزء من المعدة، جزء من الأمعاء يسمى الاثنى عشر، بما حوله من الكبد والبنكرياس، فإنه يتم شفاء تام. هل نستطيع القول أن هناك تحسن بنسبة 90% أو شفاء بنسبة 90% من المرض من مرضى السكر؟ أم أنه يمكن القول قولا واحدا أن نسبة الشفاء 100% لجميع المرضى؟ لا بالطبع، نحن نقول أنه في مجال الطب يختلف الحكم على أنه 100% أنه سيحدث شفاء لهذا المرض، فنحن في المجالات الطبية لا يوجد لدينا هذه القدرة على وصف هذا التدخل بأنه 100% سيؤدي إلى الشفاء التام، ولكن نستطيع أن نقول أن نسبة التحسن تختلف من مريض إلى آخر، بالإضافة إلى نسبة المرضى أنفسهم. من 50-60-70-95% من المرضى يحدث فيهم تحسن في مرضى السكر، لذا نستطيع أن نتخيل أنه بتدخل جراحة من 30-60 دقيقة في العمليات يتم تراجع وتحسن نسبة السكر بنسبة قد تصل إلى 95%. ما وجهة نظركم ورؤياكم في العمليات الحديثة الأخرى التي يتم عملها للمرضى الذين يعانون من مشاكل السكر وارتفاع نسب الدهون في الدم، مثل عمليات الساسي والسادي اس؟ Well, I think that we're excited about new things. I think surgeons are always hoping that on the horizon we'll see something better. One of the things we fear, though, is that a small number. نحن متحمسون جدا لأي تطورات أو تعديلات جراحية قد يكون لها نتائج إيجابية وممتازة على هؤلاء المرضى مرضى السكر، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أن هذه العمليات نعاني أنها تمت أو التعديلات التي تمت عليها تمت على عدد قليل من المرضى، لكن قد نرى في المستقبل أنه بعد مدة من الزمن قد يثبت أن هذه العمليات مفيدة جدا في نتائجها على عملية التحول المصغر للمعدة. أنا سؤالي دلوقتي لدكتور أحمد، في ناس كتيرة يا دكتور بتبقى بالنسبة لها عندها سؤال أساسي، بتقول طب أنا لو average weight ما عنديش، إن أنا عندي سمنة مفرطة، ما عنديش الكلام ده كله، ما عنديش المشكلة دي الأوبيسيتي، بس عايزة أخلص من موضوع مرض السكر ده، يقوموا بالعملية ولا لا؟ التخلص من مرض السكر بعملية التحويل المصغر للمعدة ينفع لمرضى السمنة المفرطة، مرضى السمنة المتوسطة، مرضى السمنة البسيطة، مرضى اللي عندهم وزن زائد بسيط، لكن ما ينفعش للي عندهم وزن طبيعي 100%. اوكي، يعني ينفع اللي طولها مثلا 160 سنتي ينفع لو وزنها 85 كيلو او 80 كيلو. اوكي، لكن ما ينفعش لو وزنها 60 كيلو او 65 كيلو حتى الان. وده لان المريض هيخس في رينج من 10-15 كيلو، وبالتالي لو خس وبقى ضعيف هيبقى استفاد بالعمليه للتخلص من السكر، بس هيبقى عنده نوع من الضعف وسوء التغذيه، وبالتالي كل حاجه لها معاييرها. ودي من الحاجات اللي كانت بتتحط النهارده في المؤتمر والكل بيعرفها عشان ما يبقاش في مال براكتس او سوء استخدام للعمليه الجميله التحويل المصغر طبعا، اللي ممكن نقلل من قيمتها ونسيء للناس لو احنا استخدمناها غلط. لو احنا بنقول عمليه واحده يا دكتور هي اللي ممكن نقول ان هي دي بتضمن نسبه نجاح كبيره جدا جدا للتخلص من مرض السكر، هو ان هي التحويل المصغر طبعا معروف انه هو اقوى العمليات للتخلص من مرض السكر. تمام. بس زي ما دكتور روتلج قال احنا عندنا عيانين بنبقى مطمئنين ان النتيجه فيهم 100%، يبقى عندنا مرضى بنقول لا النتيجه هتبقى بين 70% وان بتوين ممكن يبقى في نسبه نجاح من 70% للـ100%، لكن اجمل ما في العمليه ان هي ضروري هتحقق درجه كبيرة من النجاح. بتتوقف على حالة المريض. أوكي. مدة مرض السكر، مدة العلاج بالإنسولين،
كفاءة البنكرياس وصلت لغاية فين. أوكي. وزن المريض قبل العملية. يعني في حاجات كتير بتتحكم في النقطة دي. الكلام ده احنا بنقدر نقيمه قبل العملية، ما بنتفاجئش بيه. بنقدر نقول للمريض انت حالتك كذا كذا، وبإذن الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله السكر هيختفي تماما، او لا السكر هيتحسن، او لا هتنقل من انسولين لأقراص. كل يعني ده بنقدر نناقشه. الاوفر فيو ده قبل العمليه اصلا؟ قبل العمليه طبعا. أوكي. بنقدر نتكلم مع المريض ونشرح له حسب حالته. لكن يكفي ان احنا في عصر اصبح التخلص فيه من مرض السكر باذن الله حاجه متاحه لمعظم المرضى. على الاقل بنقول ان 70% من المرضى العمليه تقدر تضيع لهم السكر تماما. تمام جدا دكتور راتلج. نود ان نسالك عن وجهه نظركم ورايكم في هذا الكورس الذي يتم عقده هنا حاليا، وما وجهه نظركم ورايكم في هذا الانطباع والمناظر من هذا الكورس للاطباء الجدد والجراحين؟ نعتقد أن الكورس سهل في المحتوى وطريقة التدريس، أن هذا الكورس بسيط جدا في الفكرة والمحتوى، فهو ينقل الخبرة للأطباء الحديثين الجراحين الذين يريدون عمل هذه العمليات، فهو ينقل لهم خبرة ضخمة من المعلومات لتطبيق هذه العملية بمعمل آمن يحافظ على النتائج وعلى منع أي مشكلات قد تحدث المرض، بالإضافة لنقل الاحتياطات والتعليمات ما قبل العملية وأثناء وبعد العملية. وإنه لشرف بالغ لي ويسعدني وجود هذا الحضور المهتم بهذه العملية وهذا الكورس، مما يجعلني سعيدا بنقل هذه الخبرات وهذه المعلومات لهذا الجيل من الجراحين والأطباء. نود أن نسأل سيادتك أن كثير من المرضى ينتظرون اللحظة لمقابلة وسماع الإجابة من سيادتكم بخصوص هل هذه العملية هي الحل لمرضى السكر والسمنة؟ أستطيع أن أقول لكم ليست العملية هي الحل الوحيد، فهناك العديد من المرضى المتحمسون للتعود على نظام الحمية الغذائية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة لضبط السكر ومنع المضاعفات التي قد تحدث منه. ولكن للأسف الكثير من المرضى قد يصابون بالمضاعفات والتي قد تصيب المريض ولا رجعة منها، مثل حدوث الجلطات والسكتات الدماغية والقلبية والفشل الكلوي والبني والعمى. لذا نعتقد أننا متحمسون لحد التدخل الجراحي في صورة عملية التحويل المصغر، والتي قد تمنع بنسبة كبيرة هذه المضاعفات تماما. أود من سيادتكم باختصار إعطاء النصيحة التي قد ننقلها للمرضى الذين ينتظرون المحفزة لأخذ هذه الخطوة لمنع وعلاج مرض السكر والسمنة ومنع المضاعفات التي قد تنتج عنهما. فما هي وجهة نظركم النصائح والتعليمات؟ أعتقد أن في جميع أنحاء العالم، في دولتنا وفي دولتكم، أن النظر إلى المريض قد يؤثر على صحته الشخصية أو المواطن، ويؤدي الأخذ علاج مدى الحياة، نعني الأنسولين أو علاج السكر، وقد يتم علاجه وتحسنه بتدخل جراحي قد يأخذ من نصف ساعة إلى ساعة، وبإقامة قد تكون يوما واحدا في المستشفى. لذا ليس من السهل إقناع حتى الأطباء من أطباء علاج مرض السكر العديد من التخصصات الأخرى بأن هناك تدخل قد يؤدي إلى الشفاء التام أو التحسن من هذا المرض، بالإضافة إلى العديد من الصعوبات التي قد تواجهنا لإقناع هذا المريض. بذلك هذا التدخل يحتاج إلى توعية مستمرة من قبلنا. آخر سؤال للدكتور أستاذ دكتور أحمد السكي، أنا عايزة بريفلي حضرتك تقول لي، مش بقى للبيشنتس، للدكتورز اللي بيحضروا المؤتمرات دي، ايه التيبس المورال اثكس او الحاجات الاخلاقيه اللي لازم يلتزموا بيها عشان يوصلوا للستاندرد بتاع اي بيرفكت سيرجن لايك يور سيلف اند دكتور روتلج؟ اسمح لي هعلق على نقطه بس قالها دكتور روتلج الاول، وهي ان ما زال حتى في اماكن كتير من العالم لسه الناس مستغربه ان العمليه بتضيع السكر. لكن الحقيقة بعد الإنجازات اللي اتعملت، والهدف من العملية هو إن احنا نحافظ على إن السكر التراكمي، نسبة السكر التراكمي للمريض تبقى في النسبة الطبيعية، وبالتالي
زي ما دكتور روتليج قال بيتخلص تماما من المضاعفات، يبقى هو اصبح شخص طبيعي زيه زي اي حد، وبالتالي تخلص من ادويته وتخلص من معاناته وعاش حياه طبيعيه واصبح خالي من هذه المشاكل، مش السكر بس، الضغط والسكر والكوليسترول والنقص الى جانب السمنه. اوكي، بالنسبه للسؤال اللي حضرتك بتساليه، والحقيقه دي من الايشوز اللي برضه اللي احنا دايما بنناقشها، وهي ان الدكتور والطبيب لابد ان هو ياخد الليرنينج كيرف بتاعه، المستوى التعليمي التصاعدي، لغايه ما يوصل لمستوى معين قبل ما يمارس ده على الناس، لان الموضوع يبدو شكله سهل لكن التفاصيل الدقيقة فيه كتير جدا، وأدق تفصيلة فيها بتنعكس على حياة المريض نفسه وبتأثر عليه وتؤدي إلى بعض المشاكل لا قدر الله لو لم تتم. عشان كده احنا بنقوم بدورنا، وهو ان احنا بننقل له الخبرات وبنجيب له الخبراء من العالم كله وبنشارك على قد ما نقدر عشان نسهل عليهم، لان برضو زي ما قلت لحضرتك مش سهل ان الانسان يقدر يطور في العالم على هذه الخبرات. فنتمنى الالتزام بهذه المعايير، الالتزام بالادوات السليمه، الالتزام بالمستوى الصحي للمستشفى اللي بيتم فيها اجراء العمليه والتعقيم، ومستوى طبيب التخدير، عشان في الاخر ده يطلع عمليه ناجحه ومريض بإذن الله يتخلص من مشكلته بدون مضاعفات أخرى إضافية. أنا بشكرك يا دكتور أحمد، وبجد كلنا فخر النهاردة إن احنا بنشوفه على أرض مصرية هذا المستوى الراقي العالمي من المؤتمرات. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أنا بشكر أستاذ دكتور أحمد السكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. And I really want to thank you for being here today. It's my absolute honor. I really wish we would have more time to discuss more things, but we will do that very soon. Thank you so much for being here. Thank you. It was a pleasure. Thank you, sir. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله، في رعاية الله.